السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين، عام دراسي سعيد. أهلا بكم في قناة تربية إنجليزي. ليه يا مستر تربية إنجليزي؟ لأن الحمد لله إحنا خريجين كلية تربية، تربية طنطا قسم لغة إنجليزية، وإحنا أهل ليه تدريس اللغة الإنجليزية، بما إنك يعني موجودين ناس كتيرة بتوع هندسة بتوع طب بيدرسوا كيمياء بيدرسوا فيزياء، في ناس تعليقات يقول لك لأ أنت تربية ولأ احنا خريجين كليه التربيه اهل لتدريس اللغه الايه؟ اللغه الانجليزيه. ان شاء الله اقدر افيدكم ازاي على المرحله الثانويه، سواء صف اول او ثاني او صف الثالث اللي هي الثانويه العامه. هنبدا ان شاء الله معاكم بكل مرحله نشتغل من كتابين، كتاب جيم وكتاب المعاصر. هنضيف طبعا للمرحله الثالثه هنضيف عليها كتاب جوينت. الموجود حاليا معايا هو كتاب المعاصر الصف الاول الثانوي والصف الثاني. كتاب المعاصر موجود ان شاء الله، الجيم هيبقى موجود بكره او بعده على حسب ما سالت عليه، قالوا لسه ايه لسه ما نزلش. طب بالنسبه لسنه ثالثه برضو الموجود معايا حاليا جوينت اللي هو العمالقه، هيبقى موجود ان شاء الله المعاصر وجيم برضو. طب يا مستر انا دوري ايه وانت دورك ايه؟ انا دوري هغطي لك المنهج كله جزئيه جزئيه، درس بدرس، سواء نصوص ليسننج او ريدنج هنبدا نقراها ونحللها كلمه كلمه، نتابع من خلالها الفوكاب الفريزز البريبوزيشنز كل الحاجات دي المهمه. الجرامر هنشرح الجرامر كامل ونحل عليه، يبقى انت ماشي معايا خطوه بخطوه. انت دورك ايه كطالب؟ دورك انت النهارده هتتابع معانا، شغال انت مع المستر بتاعك او شغال ايا كان، او مش هتاخد درس خالص، شغال من كتاب جيم تخلف تجيب المعاصر، يبقى ده خاص بينا، تعمل كشكول خاص بينا وخاص بالقناه. نفس الكلام لو العكس، شغال من قلنا هناك جيم يبقى المعاصر، طب جي المعاصر يبقى انت تجيب ايه؟ تجيب جيم وتتابع معانا خطوه بخطوه. بالنسبه للثانويه العامه هنشتغل من هتضيف عليه طبعا كتاب ايه زي ما وضحت، كتاب جوينت. تمام. بعد كده ان شاء الله بعد ما نغطي كل الجزئيات هبعت لك امتحان، وهنعمل كمان جروب على الواتس وعلى التليجرام خاص بكل صف، صف الاول مثلا كتاب جيم ده كتاب المعاصر، اللي هيجيب الكتابين ماشي يبقى خش في الجروب ده والجروب ده، بحيث ان انا ارد معاكم على الاسئله اللي انتم مش فاهمينها واي جزئيه انت مش فاهمها ان شاء الله نحاول ايه نحاول نغطيها. طيب هيبقى يا مستر هتغطي كل الجزئيات معانا، ولا مثلا في جزئيه هتسيبها؟ جزئيه الرايتنج، لان الرايتنج ان شاء الله احنا بحاول يعني نعمل كتاب خاص بينا، هيبقى زي كتاب المعاصر وزي كتاب جيم. عباره عن ايه؟ عباره عن خلاصه اربع كتب سنين جامعيه، بالاضافه طبعا لكتب كتيره زي المعاصر وسينيور وفي على المهارات، طبعا دي كتب جامعه، طبعا كتب جامعه كانت زمان على ايامنا ورقيه، دلوقتي كتب بقت بي دي اف، حتى احنا هنا طبعا كتاب بي دي اف معانا. وطبعا في هنا ورق باوربوينت، يعني بخلاصه الامر احنا عملنا عصاره الرايتنج، ازاي تفكر من الاول خالص ايه هي مراحل الرايتنج، وقبل ما تكتب في الدرافت البري رايتنج كل جزئيه من دون والمقال والباراجراف كل جزئيه تعمل فيها ايه، كل ده احنا مرتبينه في سلسله مع بعض. السلسله دي ممكن تبقى على منصه او ممكن احنا بنعمل منصه خاصه بينا ان شاء الله من النهارده، يعني النهارده انا بصور يوم الاثنين، على يوم الجمعه باذن الله نكون ايه حسمنا الامر، هل هتنزل على منصه ام هتبقى موجوده على يوتيوب وتبقى مخفيه يعني غير معلنه لكل الناس، ولا هتبقى تليجرام وتبقى لسه ما قررناش، ولكن ان شاء الله الرايتنج السنه دي. اللي عنده مشكله بقى انت لازم تتاسس من اولى او ثانيه في الرايتنج، لازم تفهم رايتنج كويس، تفهم الاول يعني ايه رايتنج، ليه اكتب، هكتب ازاي، ترتيب الافكار، دلوقتي انا طلعت 10 افكار ازاي اعمل كوهيرنس، يعني ايه اصلا كلمه كوهيرنس، وايه كل ده ان شاء الله شارحينه باستفاضه في الفيديوهات الخاصه ايه الخاصه بينا. عام دراسي سعيد عليكم، ان شاء الله اتمنى يكون شرحنا يفيدكم. احنا طبعا كان لنا تجربه قبل كده في يوتيوب وهي حل كتاب جوينت بنك الاسئله، كان مراجعه بالرغم اللي هو انا ما شرحتش من اول السنه، ما شرحتش الليسننج، ما شرحتش ريدنج، ما شرحتش المنهج ذات نفسه، ولكن كنا بنحل ومن خلال الحل ده كنت بشرح الجمله ذات نفسها والجزئيه المتعلقه بيه. ان شاء الله الناس كانت عامله تفاعل كويس وقدرنا نفهم الناس الاجزاء اللي كانت ايه اللي كانت واقعه بيه. اشكركم وان شاء الله عام دراسي سعيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.